كول اوف ديوتي القادمة ما راح يكون اسمها مودرن وورفير 4 وممكن يمنعوها بالدول العربية ودول الخليج. تابع الفيديو لتعرف التفاصيل. طالك حال شباب، معكم شركي يا شركي كيف جالكم فيديو جديد. طال شباب، انا عادة اخر فيديوهات متعودين دائما احط فيس كام، بس لقيت هالجيم بلاي موجود عندي على الكمبيوتر القديم اللي عليه كومة غبرة كنت فاكه من كم يوم، ولقيت جيم بلاي قديم لمودرن وورفير 3 لعبي، فقلت خلني احط لكم اياه مثل ما شايفين قدامكم. قلت خلنا الحين يعني مو لازم نحط فيس كام لانه الموضوع عن مودرن وورفير. فاي طيب، اول شيء مثل ما سمعتوا بدايه الفيديو انه عنوان كول اوف ديوتي القادم ما راح يكون مودرن وورفير 4، عنوان كول اوف ديوتي القادم راح يكون مودرن وورفير، بس مودرن وورفير. طبعا اول شيء تفاجأت انه ليش ما في رقم، ليش بس مودرن وورفير، الناس راح يخربطوا بينها وبين مودرن وورفير 1. بس الحين بس دخلت شوي بالموضوع فهمت ليش اتخذوا هالقرار. طيب اول شيء من وين طلع المصدر؟ طلع المصدر من صفحة مشهورة بتسريبات كول اوف ديوتي على تويتر، انتم شايفين السكرين شوت قدامكم، كاتبين كول اوف ديوتي 2019 يعني هي كول اوف ديوتي is called كول اوف ديوتي مودرن وورفير، I'm not joking. طيب ما عندنا اي دليل، بس اجى شخص عمل ريتويت، هالشخص واحد بصحيفة كوتاكو، صحيفة خاصة بالجيمينج، وهذا الشخص جدا موثوق من اكثر الصحفيين بعالم الالعاب الموثوق، وعلى تويتر عنده عدد فولور جدا كبير، عمل ريتويت وحكى I can confirm this، انا بأكد هالكلام. هذا الشخص نفسه يلي سرب او طلع انه الجزء القادم لكول اوف ديوتي راح يكون بلاك اوبس 5، وراح يكون من تطوير ثلاث شركات اللي هو استوديو ات ريارك ريفن وسلج هامر، يعني اللعبة القادمة بعد مودرن وورفير ما راح تكون لسلج هامر. فالمهم هذا الشخص نفسه عمل ريتويت وحكى انا اؤكد على هذا الكلام. التسريب كمان بيحكي لنا ان اولا الاعلان راح يطلع بتاريخ 30 الشهر، انه بعد 5 ايام، فالاعلان واشياء كتير غير الاعلان. اللي ما يعرف، على ما اظن في عدد من اليوتيوبر جدا كبير سافر ولعب اللعبة، ومن اليوتيوبر العرب اظن، يعني الكلام مو مؤكد، ديلي البي. طبعا كم حد يقول بشار ليش انت ما بعتوا لك دعوه او شيء، انا قاعد اتكلم على تويتر من فتره انه كان المفروض اكون بلوس انجلوس، معظمكم فكر عن كود، لا ما جتني دعوه من كود، كان المفروض اكون بلوس انجلوس لحضور معرض اي اي بلايز اللي له علاقه بشركه اي اي، ايباكس ليجند، فيفا وباتل فيلد، بعثوا لي دعوه شركه اي اي الشرق الاوسط الله يعطيهم العافيه، ونفس الوقت لحضور اي 3، بس مثل ما بتعرفوا جوازي او جنسيتي سوري، فللاسف حاليا السوري وعدد من الدول العربية ممنوعين من دخول أمريكا، فإن شاء الله يتغير هالقرار قريبا. فرحت وقدمت على الفيزا وتم الرفض للأسف. طبعا مو هالشيء أقول إنه كول أوف ديوتي ما بعتوا لي دعوة أو شيء، كول أوف ديوتي كل سنة يرسلوا لي دعوة، كل سنة يبعتوا لي دعوة لأي إيفنت يصير يبعتوا لي دعوة، وأنا أكثر من مرة إنه أقدم وما يمشي الحال بسبب مثل ما تعرفوا الفيزا بالنسبة للسوريين بأمريكا جدا صعبة، فيعني معهم حق هالسنة يعني نوعا ما يروحوا مع المضمون، فمشان هيك مالي معصب إنه ما جتني دعوة أو شيء، لأنه كل سنة يبعتوا لي وأنا من ناحيتي تكون مشاكل. فأي نرجع لموضوعنا، عدد جدا كبير من اليوتيوبر راح وجرب اللعبة، ومعظمهم لمح إنه تاريخ 30 الشهر 30/6 راح نشوف إعلان للعبة، مثل واحد من اليوتيوبر بكلان فيز، اليوتيوبر سنديكت، عدد جدا كبير. فتاريخ 30 يعني خلنا نشوف أي يوم، 30 راح يكون يوم الخميس القادم راح نشوف إعلان للعبة، ومثل ما طالب التسريب كتير أشياء راح تطلع مو بس إعلان. فأظن الأشياء هاي قصدهم الجيم بلايات، راح نشوف جيم بلاي للمالتي بلاير من اليوتيوبر اللي راحوا عادي بتاريخ 30، شوفوا على قناة ديلي ال بي او غيرها من اليوتيوبر، لو كان توقعي صحيح انه فعلا راحوا جربوا اللعبة نشوف جيم بلايات على قناتهم. طيب هاي اول شيء. تاني شيء قالوا انه القصة تبع اللعبة راح يكون فيها ارهاب من العصر او من الوقت الحالي، هذا الشيء مخوفني، ارهاب من الوقت، انت بتعرف سلسلة مودرن وورفير يعني كان دائما عليها عن الارهاب بالعراق، ما كانوا يجيبوا اسامي منظمات ارهابية بالحرف، بس يعني تلميح عليها نفس تنظيم القاعدة او نفس مودرن وورفير 3 العصابة الروسية وشئنا الكلام. فخايف هالمرة يجيبوا طاري داعش، لانه هي يعني اكثر شيء ارهاب موجود حاليا بالعالم، فخايف لو جابوا سيرة داعش تنمنع اللعبة بالدول العربية.
فأتمنى أنهم ما يجيبوا العيد يعني، لأنه حسب ما طالب التسريب راح أقرأ لكم بالإنجليزي بالضبط، كاتبين أنه a campaign with future modern day terrorism. فصراحة ما أدري شو في modern day terrorism غير داعش، واللي يقول أنه مستحيل Call of Duty تمنع بدول الخليج لعبة ضخمة GTA من أضخم ألعاب العالم إن منعت لفترة، بعدين God of War إن منعت لفترة، وCall of Duty Modern Warfare من أول أجزاء Call of Duty كانت ممنوعة. فأتمنى هالشيء ما يصير، لأنه حاليا في Activision الشرق الأوسط وفي شيء خرافي يعني، Activision صار لهم مكان بالشرق الأوسط، فأظن يعني حاسبين هالحساب، ما أظن إنها تنمنع، بس نستنى ونشوف. طيب الحين نروح لسبب تسمية اللعبة بمودر وارفر مو مودر وارفر 1 أو 2 أو 3. كاتبين السبب لأنه اللعبة ريبوت أو سوفت ريبوت. شو معنات كلمة ريبوت؟ أظن كلكم شفتوا فيلم سبايدر مان الأخير، فيلم سبايدر مان اللي كان معه آيرون مان وشي من الكلام، صح؟ سبايدر مان كان في قبله سبايدر مان ب 2009 كان The Amazing Spider-Man، وقبله كان في كمان سبايدر مان. السبايدر مان هدول كلهم ما لهم علاقة ببعض، كل واحد بعالم لحاله، كل واحد بيونيفرس خاص فيه، وكل مرة يعملوا ريبوت لسلسلة سبايدر مان انه يعيدوها من الاول ويبدوا بسبايدر مان جديد وقصة جديدة، بعدين يسحبوا عليها ويبدوا بقصة سبايدر مان جديدة. هذا الشيء اسمه ريبوت. فنفس الشيء راح يسووه مع مودر وورفير، راح يعملوا ريبوت انه راح يبدأوا القصة من اول وجديد، بس راح تكون احداث جديدة قصة جديدة بس جدا قريبة للقصة القديمة، وراح نشوف عدد جدا كبير من الشخصيات نفسها. ان الريبوت سبايدر مان نفسه موجود بكل اجزاء، وحبيبة سبايدر مان نفسها موجودة بكل اجزاء نفس الاسم، فنفس الشيء راح نشوفه هون، بس مشان هيك راح يكون اسم اللعبة مودر وارفير، انه هي بداية سلسلة مودر وارفير. راح نشوف بعدين مودر وارفير 2 مودر وارفير 3 الجديدة كليا، لانه مثل ما بتعرفوا اخر فترة شركة انفينيتي وورد قاعدة تعاني، عملت كول اوف ديوتي جوست فشلت فشل ذريع، بعدين انفينيت وورفير اعلى فيديو تاني اكثر فيديو عليه ديسلايك بتاريخ اليوتيوب، فواضح انه ما بدهم يخاطروا بعناوين جديده وبدهم يرجعوا للعناوين القديمه تبعهم يلي كانت انجح سلاسل الالعاب بالتاريخ. مودر وورفير كول اوف ديوتي مودر وورفير 3 اظن من اكثر الالعاب اللي باعت بالتاريخ، فاي مشان هيك بدهم يبداوا سلسله من اول وجديد مودر وورفير الحين، بعدين بعد سنتين ثلاثة مودر وورفير 2 الجديدة مو مودر وورفير 2 متعودين عليها، وثري انه عالم جديد كليا. وبعدين اخر شيء كاتبين انه في كتير تغييرات، ومن التغييرات هاي اشياء يعني راح يحبوها لاعبين كود ومجتمع كول اوف ديوتي بشكل عام. كتير ناس كمان تكلموا انه اللعبة هي عبارة عن خليط بين كل اجزاء مودر وورفير، انه ما راح تكون نفس كول اوف ديوتي جوست كانت بنفس حقبة مودر وورفير 1 و 2 و 3، بس الجيم بلاي الكلاسات الكل ستريك اللعب كان يختلف بجزء جدا كبير عن سلاسل مودر وورفير. انفينيت وورفير طيران ومشاعر حياة وسبيشالست، فواضح انه ما لها اي علاقة بمودر وورفير، بينما اللعبة هي راح تكون خليط بين مودر وورفير 1 و 2 و 3، يعني البركات في بعدين البركات تسوي لها تحديات تصير برو، هذا الشيء كان مو موجود بأجزاء كول اوف ديوتي. اظن نظام الكلستريك راح يكون نفس مودر وورفير 3 اللي هو جدا خرافي بالنسبة لي، اللي هو فيه كلستريكات اصلية، بعدين كلستريكات اللي هي السبورت اللي حتى لو ما تجيك، بعدين في السبيشاليست تبع البركات، فانه راح يكون شيء خرافي. الحين بالنسبة للطور فرعي صراحة طلعت كثير تسريبات من قبل انه ما في زومبي، بعدين طلعت تسريبات انه لا في زومبي، بعدين طلعت تسريبات انه ما في الطور اللي هو الباتل رويال نفس البلاك اوت، بعدين طلع انه لا في، فما صراحه ما ندري، نستنى تاريخ 30/5 وراح نعرف. بس اللي نعرفه حاليا ان في طور قصة، وطور القصة له علاقة بالارهاب بعالمنا الحالي، ونعرف انه في طور مالتي بلاير راح يكون خليط بين اجزاء مودر وورفير بشكل عام، فراح يكون رهيب ان شاء الله. وكمان تذكروا انه عدد جدا كبير من الناس اللي اشتغلوا على مودر وورفير 2 و 3، الناس اللي طلعوا من استوديو انفينيتي وورد بعد مودر وورفير 2 رجعوا للشركة، في عدد جدا كبير صارت مشاكل بين استوديو انفينيتي وورد واكتيفيجن، فعدد جدا كبير من مطورين اللعبة طلعوا ومن بعد العاب انفينيتي وورد بانحدار، بس حاليا عدد جدا كبير منهم رجعوا، مو كلهم عدد كبير منهم، ف
اتوقعوا اللعبه تكون افضل ان شاء الله. في شباب هاي فيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، وحاب اذكر انه غلاف اللعبه تسرب، ما اقدر احطه هون على قناتي ولا عادي تتسكر قناتي، حاطه على حسابي على تويتر. كل عليك تسوي شيك، اول لينك بالوصف راح يحولك على حسابي على تويتر، تعال هنيك وشيك الغلاف. هذا الغلاف متسرب على كل موقع ردت، الكل قاعد يتكلم عليه، فجدا واضح انه الغلاف حقيقي. في شباب اتمنى نهايه الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات ارائكم، وبس كان معكم شركيال شركه كيش، كم جهات ثانيه ان شاء الله. مع السلامه.